الوغ الاجواء هنا كانت يعني جد جيده، وكنشوف ان المسؤولين قاموا يعني بجميع الاجراءات يعني باش الناس ينتخبوا في احسن الظروف. الخوارزمي تابع في دار السلطان، انا في تيمو الخوارزمي كنشوف ان الناس يعني كل شيء متوفر يعني، ولاسيستونس كاينه، الاستقبال كاين من المدخول ديال الباب، وكي يعني كيوجهوك المكاتب ديال التصويت، وحتى في داخل الاقسام ديال التصويت كان كل شيء على ما يرام. قمنا بالواجب ديالنا الوطني، تنحثوا جميع المواطنين انهم يجيو يصوتوا ويختاروا الناس دايرين فيهم الثقه، باش الحمد لله المغرب يكون يزيد لقدام، ويعني يكون من الاحسن الاحسن. هذا ما كان.